السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ عماد أبو صيام. اليوم إن شاء الله راح نتعلم طريقة عمل صاجية الكلاوي الخروف البلدي مع الثوم والبصل والفلفل الحار والكزبرة. طبعا قبل ما نتعلم طريقة عمل صاجية الكلاوي بطلب من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما نلاحظ في عنا ما يقارب كيلو من كلاوي الخروف. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر هذا الكلاوي ونعملها صاجية الكلاوي. طبعا بداية راح ننظف الكلاوي، راح نفرجيك كيف بدنا ننظفها. كما نلاحظ بنزيل الدهون طبعا تقطيعة الكلاوي حسب رغبتك، تقطعها اصغر من هيك او اكبر من هيك حسب الرغبة. اهم شيء ننظفها من الشوائب. طبعا صاجية الكلاوي الخروف يعني صاجية طيبة جدا، وبنصح الجميع يجرب هاي الصاجية. الان بعد ما قطعنا الكلاوي ونظفناها غسلناها وضعناها في مصفاية، هون في عنا تقريبا راسين بصل قطعناهم مكعبات صغيرة، وفي عنا راس ثوم مقطع شرحات، وحبتين فلفل حار قطعناهم شرحات، وفي عنا باقة من أوراق الكزبرة الطازجة، وباقة من أوراق البقدونس الطازج، وفي عنا كاسة زيت زيتون، وفي عنا عصير حبة ليمون، وفي عنا ملعقة فلفل أسود، وملعقة من الكزبرة البودرة، بالإضافة لملعقة كمون، وبالإضافة للملح. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر الصاجية خطوة خطوة. بالنسبة للفلفل الحار احنا يعني حسب الرغبة راح يكون. الآن في المقلاة على النار بنضيف زيت الزيتون، وبنضيف المباشرة البصل اللي قطعناه مكعبات للصاجية. طبعا حجم البصل يعني إذا كان أكبر ما في مشكلة، وإذا كان أصغر ما في مشكلة. الآن بنضيف الثوم اللي قطعناه شرحات أيضا للبصل، زائد الفلفل الحار حسب الرغبة احنا حكينا، وبنقلب الجميع على النار بزيت الزيتون. الآن بعد ما تذبلت جميع المكونات بنضيف اللي هي الكلاوي اللي قطعناها ونظفناها مسبقا. الآن بعد ما تغير لون الكلاوي مع التقليب بنضيف الملعقة من الملح، وبنضيف أيضا ملعقة من الكزبرة البودرة، وبنضيف ملعقة من الكمون، وبنضيف أيضا ملعقة من الفلفل الأسود. الآن بنقلب جميع المكونات على النار، وبنستمر في تقليب الصاجية حتى طبعا تنضج جميع المكونات. نلاحظ انه هيك اصبح طبق الصاجية بعد ما قلبناه على النار اصبح جاهز، وتذبلت جميع مكونات الطبق. الآن أصبحت صاجية كلاوي الخروف أصبحت جاهزة. طبعا إذا توفر عندنا في البيت صاج يعني صاج ممكن نطبخها في الصاج حسب رغبتنا احنا. الآن بنضيف عصير حبة ليمون للصاجية، بنقلب الجميع على النار. وآخر شيء بنضيف اللي هي باقة من أوراق الكزبرة الطازجة، وباقة من أوراق البقدونس، وبنقلب الجميع مع الصاجية. هيك أصبح طبقنا اللي هو صاجية الكلاوي أصبح جاهز. الآن راح نشوف كيف بدنا نقدم هذا الطبق.
وهيك بكون طبقنا صاجية كلاوي الخروف أصبح جاهز. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.